هذه سمعتي ونصحاب المباراه هذا ساكن عام من الاخوان عند الشعراطي رئيس المجتمع. جينا اليوم امام السجن المحلي عين السباع المعروفه بعكاشه في الدار البيضاء في وقفه تضامنيه مع رجل الامن المعتقل اللي تعتقل على خلفيه الحادث المميت ديال الشاب عثمان. هي بالمناسبه فكان تقدموا بالتعازي ديالنا للاسره ديال الشاب عثمان الله يرحمه ويوسع عليه ضائقه القبور، وراه خساره لنا خساره المغاربه كلها وراه ضاع لنا كلنا ماشي على الاسره ديالو. فالصبر والسلوان الاهل ديالو العائلات ديالو الناس كاع اللي كيعرفوه اللي تيقراو معاه وهذا ف يعني كنتمناو من الله عز وجل الله يصبرهم هذا هو اللي كاين. فهاد الوقفه هذه كنا لا يعقل لا يعقل باش تشوفوا دابا المجرمين على برا، الشفارة على برا، النشل على برا، الفوضى على برا، وسيرتو هاد الفوضى هذه تزادت مؤخرا بعد تقريبا كما قالوا الاخوان بعد الاعتقال ديال هاد البوليسي هذه، لان واحد العدد ديال المنحرفين خداو الحريه ديالهم وعرفوا بان بحال اللي كيقولوا بان الامن هبط يده وبان اليوم الاداره العامه والنيابه العامه ملي دخلت هاد البوليسي هذا راه حتى شي بوليسي وحتى شي واحد من الاجهزه الامنيه باقي غيقدر يهضر. وبالفعل لان شنا دابا في الشارع العام كيفاش دابا كاين السرقه وكاين النشل وكاين هذا والبوليس دخلوا سوق راسهم. واحد السيده تكلمات معنا في اطار المنتدى قالت لك ودي انا جا الشفار وجر لي التليفون والبوليسي واقف لهيه في الرومبا وما تحركش. قلت لهم انت طبيعي ما غيتحركش، الا تحرك راه غير هو غيجي هنا للسجن، راه غيمشي للحبس، راه خاص اللي يحميه البوليسي اليوم اللي غيخدم خاص اللي يحميه وخاص اللي يكون معاه، وحنا ما غاديش نتبعوا بعض المواقع والضغط الخاوي. راه الاداره العامه خاصها تعرف بانها راه كتعامل مع الملايين ديال المغاربه، واحد اكثر من 40 مليون ديال المغاربه، اذا كان واحد 20000 ولا 30000 ولا 40000 كتاثر في الفيسبوك وكتضل الراي العام، راه الملايين ديال المغاربه كتسنى الامن، الامن ديالها والامن ديال وليداتها والامن ديال الممتلكات ديالها والامن، راه باش نكونوا واقعيين، اليوم راه ما جيناش حنا يعني كنضامنوا مع البوليسي ضد عثمان، لا، عثمان خونا، نضامنوا مع عثمان ونضامنوا مع البوليسي، عثمان كنا كنتمناو انه يمتثل القانون وكنا يعني وكنتمنى ايضا ان البوليسي ما يكونش في السجن، لان العائله ديال عثمان اليوم عندها حداد والعائله ديال البوليسي عندها حداد، راه المراه ديالو دابا عندها حداد، الوليدات ديالو عندها حداد، اذا اليوم حنا خسرنا جوج ديال الاسر، خسرنا الاسره ديال عثمان وخسرنا الاسره ديال البوليسي، اذا المغرب راه خاسر، وهذا الوضع ما خصوش يبقى وخصنا نراجعوا نفوسنا ونعاودوا التربيه ديال وليداتنا. ولا يعقل باش اليوم ان كنشوفوا الماطر هازين جوج ثلاثه ديال البلايص ربعه ديال البلايص غاديين في السونس انتيردي الحركات الاستعراضيه، يعني بعض المظاهر اليوم ولات كتبين بانه كاينه الفوضى. جينا تضامنا مع الشرطي اللي معتقل، هذا الشرطي هذا اللي دار غير الواجب ديالو، وحنا لمن كنحملوا المسؤوليه كنحملوا لمجلس المدينه، علاش؟ على ذاك القادوس اللي محلول. اما هو الشرطي دار الدور ديالو بغى يعرف الهويه ديالو، كان هذاك الشاب الله يوليه برحمه الله والله يصبر العائله ديالو كان يمتثل الشرطي ويعطيه كاع الوثائق ديالو، اش غادي يدير ليه كاع؟ غادي ياخذ ليه مثلا غيدخل ليه الموتور الفوريان او غيخلص واحد الغرامه ماليه، هذا الشيء اللي كاين. دابا السيد مات الله يوليه برحمه الله، ودابا كنطلبوا حنا من السيد المدير العام للامن الوطني وكنطلبوا من القضاء باش يشوفوا من حال هذا السيد هذا، عنده وليدات ودار غير الواجب، ولا ما مشاو تحكموا هذا السيد هذا ووقفوه اي بوليسي غادي يولي يشوف شفار غادي يبقى يدور غادي يخاف. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.